تنجمش تتصور يا فاتن قداش فرحت كيف جلال كلمني عليك. على الاقل هكاك النجم نموت وبالي مرتاح بعد عمر طويل يا عم. وليد مريت منه كل خير وما هوش مقصر معايا، وانا نتوقع له في مستقبل كبير. ما منعتش من واحد قلاب كيف المنجي باش نتيح بين يدين واحد كذاب وطماع كيف جلال. يا بنيتي جلال عمري ما شديت عليه كذبه، كل اللي عمله وصل لي وقائع ثابته، وانا اللي عملت استنتاجاتي، وإذا كان استنتاجاتي طلعت غلط الذنب ماهوش ذنبه، الذنب ذنبي أنا، ولهذا ما نظلموش الوليد عايش بنيتي. به خلينا من الكذب واطمع، لو كان ما جاش طماع شبيه ما خزر لي كان كيعرف لي أنا بنت خوك، ولا كيف كنت خديمة ما جيتوش على المضاغة. عنده الحق، عنده ألف حق. عجيب يا عمي. اسمعني يا فاتنة بنيتي، جلال وليد طموح، راهو يفكرني في روحي كيف كنت صغير، يخدم على رويحته وقاعد يترقى في خدمته. يا عدم ما فيها باس كيف يلوج على بنية تكون في مستواه وتليق به، وما فيها باس إذا كان هالمرات نجم تعلي. أنا راني مرة حتى عيب في هذا. سبحان الله يا عمي، كي تكره واحد طلع فيه العيوب السبعة، وإذا حبيت حد تردوا ملايكة. اسمع يا فاتن يا بنيتي، أنا أكبر منك وأكثر منك خبرة، ومنحب لك الخير، ولهذا ما سكرش الباب، راني نحب قبل ابن معيني نفرح بيك. وجلال أنا فرحان بيه، أعطيه فرصة، بالكش تتغير نظرتك ليه. إيش باش نقول لك يا عمي؟ اللي فيه الخير ربي يسهل فيه. يعطيك الصحة بنيتي، ولا خليني نمشي نرتاح. بابا افطر، شبيك سارح؟ ما عندي شيء، حد شيء يفطر. صباح الخير. صباح الخير يا اخي. فيني منى؟ مزاد ما قامتش؟ منى قامت على الصباح بكري، مشات للسبيطار. سبيطار؟ امها كلمتها في التليفون على الصباح بكري. سيبني وا شبيك تشد فيا اخي، انا جايه نطلب سايق. صباح الخير سي سالم. خويا سالم صباح الخير. صباح الخير. سامحونا جينا على غرادة، أما الكل من نورها، هي اللي شدت صحيح. أي أنا شديت صحيح. عاد شبيه يا أخي هذه مش دارك؟ والله حصانك جرى يا عمي، تقعدوا افطروا معانا. لا حاجتي لا بفطورات لا بعشاوات، عندي كلمتين نحب نقولهم لسي سالم ونمشي على روحي. الكلمتين بتاعك عرفهم بالمسبق، من غير ما تتعب روحك. مال عليها تلز فيا نخرج من داري ونمشي للديار أنا على الصباح يا فتاح يا رزاق. يا بنت يزي ما يجيش هكا. اسكت عليا أنت. كلمة الحق ما فيهاش عيب، مش تفهمنا سي سالمة؟ مشى في بالك كي ما جيتش للموعد باش نقيس ونسلم انا ديوي.
توا ساقي ساقك نمشيو نصحوه التوكيل المحلول، نتعداو نهزوا السيده في ثنيتنا، المهم معزي اللي عندها كلمه في الموضوع. به ها الكلام الصحيح. مالا مدام قلت كانوا اثنين. اثنين يا وليدي اثنين ولاد الحرام، حبوا يقتلوا لي ولدي، الله لا تربحهم، الله لا تربحهم بجانبينا. ما تنجمش توصفهم. تتذكرش واحد منهم؟ وليدي خرجت على العيطة متاع جلال، دايرين به زوز زهام الكحل وملثمين وجوهه، واحد يجبد والاخر يرد، انا بديت نسيح ونعيط وهما هربوا. وما فطنت بولدي مضروب، كان كفريت السكينة طايحة في القاعة وملطخة بالدم. وعيني مرة بحتش عليها. وهي اليد اللي تمدت وهزت السكينة. انا هزيت راسي وهو طار كيف البرق. الله غالب وليدي الله غالب. الكبر والباقي كان شديته وراني قطعته بزنية. تتفكرش وقت هز السكينة يده كانت عريانة ولا لابس جوندوات؟ لا وليدي يده كي هبطت وهزت السكينة بلاش جوندوات. ثبتة؟ ثبتة. وانتي كنت مع الوالدة ساعتها؟ لا لا كنت بيت في دار عم سالم. وشنو السبب اللي خليك تبيت في دار سالم؟ بيتت بحذا سي سالم على خاطر تعاركت يا أخوها. وتعاركت مع جلال؟ وعليش؟ على خاطر حبني ناخو صاحبه زياد. زياد؟ وانتي بالطبيعة ما وفقتش على زياد على خاطر عندك حد آخر. يظهر لي هذه حياتي الخاصة. صحيح، لكن هذيك هي خدمتنا يا أنسة منى. وخدمتنا يا أنسة تقتضي ندخلوا في الأمور الخاصة بتاع الناس باش نتقصاو الحقائق. خالد. نعم غلط. لا لا قلت خالد. سمحني مدام. خالد. بنتي ونعرفها تحب خالد ولد قريبتنا للسيدة أختي سالم. سي خالد ولد السيدة أخت سي سالم معاهم زياد. جينا هاشي تو. خالد. أي تهلا وتمان يا مدام. سي جلال لاباس وإن شاء الله تعديها مرحلة تختار. الحمد لله يا ربي يفرحك يا سي طبيب ياخذ خاطرك يعيشك. خلني نمشي نطلع على ولدي. سامحني يا دكتور. تفضل. قبل ما تقابل المدام نجموش تشوفوه. ضابط الشرطه سي فرج مساعدي سي تومي. 5 دقائق فقط. باه 5 دقائق الله يبارك. اما بالله ما تطولوش عليه راه مازال تعب شويه. اي تفضل معي. تو هكا يا امي لازم تقول لهم اللي انا تعرفت مع جلال. لازم تحكي لهم على خالد. ربي يهديك منتي صحيتك يلا. ها وشكون قالك اللي مش سي خالد واحد من الزوايز اللي حبوا يعملوا العمله في خوب؟ تحبهم يقتلوا لي ولدي ونسكت؟ هذيك اللي مازال لك. اي تفضل سيدي. شكرا. ما تطولوش عايشكم. ضابط الشرطه سي فرج مساعد سي تومي. سي جلال مال؟ ما نجمش نطولوا عليك ياسر. حبينا نعرف وشفتش اللي ضربوك. ضربوني وتحمقوا فيا بالغدره. تعقلش على حد منهم ولا شفت شي حاجه أمارة توصلنا ليهم؟ الدنيا كانت ظلام وهما كانوا ملثمين ما شفت شي. تشكش في حد؟ ما عنديش حد معين. انا نحب الناس كل والناس كل تحبني. انا انسان محبوب ياسر. اللهم اللهم اللهم. شنو اللهم؟ سالم ولد عمي داير باختي يحبها تاخو ولد اخته خالد. عرفي خالد. وانتي تحبها تاخذ زياد سهلك. بالضبط. كيفاش عرفت؟ وين نجم نلقاو هذا سي زياد؟ يخدم معايا في الشركة. بروتوكلي هذا متاعك. ثبت مليح. مالا ما تعرفوش انت شكون؟ أول مرة نشوفه. فين قلت تخدم بالضبط؟ في شركة مختار للمقاولات. شنو فتحي؟ عجبنا دخلنا بعضنا. جه ربي اللي يشوفنا شيقول. ماشي يقول؟
بربي خلي لي ساكتي توفيق. منى تسلم عليكم، تو كلمتني في التليفون، قلت لك جلال نعم الموت بمعجزه. تمشوا معايا للسبيطار طلعوا عليها؟ شكون؟ انا نمشي نطل على واحد لفعك جلال؟ يستحيل. حصيله زايد، عمر الكلاب طويل، لو كان مات راهو العالم مرتاح من جرثومة تمشي على ساقيها. على كيفكم. راهو جلال انسان مش عادي، راهو دماغ، راهو عبقري، الحاجه اللي يحطها في مخه يوصلها. شبيك السيد بدا مهندس عادي في يوم شتعين ولا عرفنا المدير العام تاع الشركه. تحب تقول اللي هو المثل الاعلى بتاعك؟ اي تنجم تقول اللي هو المثل الاعلى بتاعك. بتاعي وحسب رايك عندوش اعداء؟ اكيد جدا، كل عبقري عنده اعداء وحساد. هي كلمه قال يقول لك كل ناجح محسود. وشكون هم مثلا الحساد؟ مثلا اي فتحي ولد سي سالم. جينا هاشي عارفي فتحي ولد سي سالم. وعلاش فتحي ولد سي سالم؟ ما هو اللي كان المدير العام تاع الشركه، وجلال هو اللي خذل بلاصته. عم نحب ناكد على حاجه، جلال خذل البلاصه بذراعه، وحتى حد ما عمل عليه مزيه. شبيك متحمس بزيد شويه؟ قلنا العكس احنا. لا مش حكايه حماس. اما شنو منى تعرفها؟ منى شنو دخلها في حكايه منى؟ جينا هاشي عارف. شوف احنا نسأله وانت تجاوب، جاوب على قدر السؤال. منى تعرفها ولا؟ منى اخت جلال ومرتي. خطيبتي. خطيبتك؟ اي يا هاي هي وخالد امورها ماشي 10 على 10. منى وخالد منين شفتوا الحكايه هذه؟ يستحيل. بصيف على جلال زاد. ما تقولي هالكلام. استنى توا فهمت كل شيء. اش فهمت؟ اكيد خالد واحد من الزوز اللي ضربوا جلال. حب ينتقم منه على خاطر ما خلاهاش يوصل لمناه، وجلال وعدني انا بمناه، وجلال كلمته اقوى من 631 كونتراتي. ها تانيشي توا يلا هاكا التوكيل عند راسك، صرفوا بيعوا وشريوا، المهم الحكايه هذه ما عادش تجدوها لي. نبوسك. لا نبوسك سي سالم، والله انا ما نبوسك اختي السيده. ان شاء الله بالعناء سير هذه. ان شاء الله بالتمام. ان شاء الله بالتمام على الناس كل يا نوره. اوكا كل شيء بالمكتوب يا نوره، المهم الشير يصدق في قوله. عطولتي مش قلت لك اصبره؟ مش قلت لك اللي يصبر يناله؟ كل شيء تمكن بالصبر. عطولتي شفت كلامي؟ قلت لك انا انت اللي حكيت لي على الصبر زايد الحديث معاك. فين كنت البارح بين 11:30 الليل؟ اي عملت دورة صغيرة في الحومة. وحدك؟ وحدي. وحده وبالطبيعه ما شافك حد؟ بالطبيعه هذا وحده. باهي تعرف جلال؟ للاسف جينا هيشي يا خالد هذا ماهوش جواب. نعرفه قريبنا من جهه امي. فوالا وشنو اللي بينك وبينه؟ ما بيني وبينه شيء. ومنى؟ شبيها منى؟ قريبتك زاده مش هكا؟ اي قريبه وصديقه. جينا هيشي عارفي وبالطبيعه جلال ضد هالصداقة هذه مش هكا؟ جلال يحبها تاخذ زياد صاحبه. وبالطبيعة هذا ما يساعدكش، صحيح ولا لا؟ ثم على يمين اللوطة يعرفي جينا هاشي. البروتوكلي هذا متاعك؟ لا ثبت مليح. ها عرفتوش بتاع شكون؟ لا مش بتاعك. لا مش بتاعي. شنو اش فما؟ مرحبا شكوني الانسه؟ سهام اختي. عارفي سهام اخته. انسه تعرفش هاد البروتوكول؟ عجب انت هذا كاينو كاينو انت هذا كاين البروتوكلين تاع خالي سالم. جينا هاشي عارفي كل الطرق تؤدي الى سالم. باهي سي خالد تقعد على ذمتنا، مازلنا ما كملناش معك. هيا على ذمتنا.
اي نهاركم طيب. اعطيني قصه فيها لسان، اش مجبتني في خالي سالم؟ عرفي سامحني نعمل نظره على رؤوس الاقلام. جينا هاشي جينا هي ورضخت النورة ما فيش فايدة نلقى روحي وحدي شد صحيح. تشرفنا تفضل. شنو اللي بينك وبين جلال سي سلم؟ متعاركين لا يحملني لا نحمله، واحد مادي أنين. يعني العلاقة بيناتكم متوترة أكثر من اللي تتصور. شنو سي سلم؟ تبارك الله وعندك مجموعة حاملة مفاتيح تعمل كيف؟ أما تعرفوا البرتقالي هذا؟ كيفاش تفسر القناة في المكان اللي تضرب فيه الجلال؟ ما عندي حد تفسير، ما عرفش. معناها تحب تقول لي سرقهولك؟ ديروا يدي محلول. ثم البحث لازم الصبر يتيب على النار هادئة. شنو عارفي رديتو البحث تجربه ناريني تيب على هذا الامور واضحه وعندك دليل قاطع. يا ولدي البرتقالي بداية دليل وماهوش كافي. وشكون قالك ماهوش صحيح سرقوه له من البيرو؟ اطلع. سامحني عارفي لو كان تعطيني سوق عليك وقعد تخمم. جينا عيشي تفضل. يعيشك يا سي المختار، يعيشك يا فاتن. علاش تعبت روحكم وجيتوا تطلوا علي؟ لا تعب لا حتى شيء. اش تحس في روحك توا؟ كنت نحس في دي الموت. انتوما طليتوا علي وانا تحسنت رجعت فيا الروح. ان شاء الله لاباس يا سي جلال. الطبيب قال ما عاد ثم حتى شيء يخوف. انا لاباس مادام انت لاباس يا فاتن. ومادام سي المختار راضي علي. انا راضي عليك وفرحان بيك يا جلال. المهم قم انت لاباس، الشركة راهي تستنى فيك. تعرف يا سي المختار، لحظة اللي السكينة تغرست في كرشي ولعبت علي الدوخة وحسيت بالموت، تعرف شنو اللي غاضني؟ غاضتني فاتن يا سي المختار. قلت خسارة باش نموت من غير ما نحق لها منيتها. بعيد الشر عليك سي جلال. خلينا من هذا توا. انت ارتاح. الطبيب قال الكلام ياسر؟ لا. هيا فات خليه يرتاح. حكايه فارغه الدوسي. شنو حكايه فارغه؟ تاو في وثائق تهزك الحبس مش صحيح. على كل حال القضيه قدام الحاكم والحاكم مازال ما قالش كلمته. من الوا ماشي تلحلح وتزقدح بسالم باش يتوسط لك هذاك قبل ما يولي جلال مدير عام. اش معناها جلال؟ انا ويا اصحاب وعمرها ما جات كلمه اعوذ بالله بينات. ولو كان ثم امكانيه نتاع صلح عمره ما يبخل عليا. وكيف ما تعرف في امور كيف هذه الصلح خير من الجري والنهيق في المحاكم. لكن القضيه وصلت للمحكمه كيف ما قلت لكم وما عادش حكايه واسطه. المشكله مش بيني وبين جلال. بين شكون وشكون؟ بين جلال وفتحي. فتحي هو اللي شد بلاصتي وفي غمضه عين طيروا جلال من بلاصتي. اكيد ما يغفرهالوش. معناتها انت تتهم في فتحي؟ انا ما اتهمت حد، سالتوني اعطيتكم راي. جينا هيش البرتقالي هذايا شفتوش يقبل؟ ما نتفكرش. ثبت مليح. ما ريتوش في بيرو سالم مثلا؟ برا 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 صحيح. سالم ريت عنده كوليكسيون كاملة في بيرو. علاش؟ لقيناه في مكان الحادث. عشان زعما ما يكونش فتحي عمل اللي عملته وخلى البرتقالي الغادي باش يلصق التهمه في بوه. علاش يا اخي فتحي وبوه متعاركين؟ عركه قد ما هي ما يتكلموش. جلال بيدو حكالي. اش حكالك؟ سالم يحب ياخذ فاطمه بنت خوسي المختار وفتحي مش موافق.
قال شنو ما يحبش حتى امراه تاخذ بقيعه امي. جينا هاشي عرفي. انا نخلي البورتوكلي باش بابا يدخل الحبس. يا اخي فاطم باللي تقول فيه، فم ولد يعمل عملك ابن هذه في بوه. خدمتنا تلزم علينا باش نستبعدوا حتى فرضيه. تيتي بيدك اعترفت لي ما كنتش موافق على فاطمه. في الليل تهزيت بالعاطفه ومحبتي لامي الله يرحمها. من بعد وافق وطلب السماح من بابا. طلب السماح من بوك، طلب السماح. علاش ما تقولش كان يمثل؟ نعم. مش مستبعد. نجم تكون مصالحة في الظهر. أما اللي في القلب في القلب. قول اللي تحب. على كل حال في الوقت اللي قلت عليه كنت بعيد على البقعة اللي تضرب فيها جلال وما كنتش وحدي. مع شكون كنت؟ قال لك مع شكون كنت؟ مع توفيق. عرفي هذا جديد يلمعوه نقيدوه. توفيق شكون هذا توفيق؟ هي 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 في اقرب وقت قبل ساعات هو اللي لاهي بالبيع. بالطبيعة اجمع الكل عملوا له توكيل. هي هي حبر ما نتفاهم معاه عالسوم تو نكلمك. يا اخي دارها عجبتني وما نحبش نسلم فيها. باهي داكورد داكورد. لا 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 ما تخافش ما تخافش. شوف انا عملت اللازم على المحامي وسلمت لك في باي في الثانية. لا في هذه ما تناقشنيش. يعادش بيه خويا كل حاجة في بلاصتها. كما قلت لك انا نسلم لك في باي في الثانية وانتي في المقابل تعطيني باش نشري الدار. شو شو هذه ماهيش بتاع تليفون. اتو نجيب حذاك ونتفاهموا بالكدا. لا والله بالحق. باه 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 هاي في الامان. عرفي الضابط فرج متشرف مساعد يا سي تومي. سي توفيق مرحبا بك. ابقى سيدي. سي توفيق البارح بين ال11 وماضي نصف الليل فين كنت؟ شبين متهم بحاجه؟ لا الحكاية متاع جلالة روتين الخدمة سي توفيق. يلزمنا نسلو الناس الكل لنوصلوا للحقيقة. كنت مع فتحي قدام دار. اش تعملوا؟ صارين في الشارع؟ وقفنا نحكيو. سرحنا ما فطناش بالوقت. سرحوا عرفي وما فاقوش بالوقت. وما فما حتى حد شافكم؟ لا هذه لا. في الحالة أمورك غامضة يا سي توفيق. علاش؟ على خاطر اللي اعتداوا على جلال زوز وانتوما برازار زوز وما شافكم حد. يا عادش بيه؟ شنو عادش بيه؟ هكا توا عارفين. يحب يقول يا سي توفيق اللي شدتكم في بعضكم ماهيش ثابتة. تنجموا تكونوا تتستروا على بعضكم. مش هكا؟ مو صحيح. يستحيل احنا نعملوا حاجة كما هكا. كنا نحكيو وأكيد فما شكون شافنا. شكون شافكم؟ أعطينا اسمه. وأنا وين نعرف؟ ترى هنا نحكي ومش نقيدوا في المشي والجاي. اللهم اللهم شكون؟ اللهم سي سالم. عرفي سي سالم. سي سالم هي سي سالم. يمكن يكون شافنا البارح وهو مروح بالكهرباء. لا لا لو كان شافنا راهو وقف سلم علينا. سالم كان برا. ايه روح قبلنا بدرجة ولا درجين. معنا وقت تقريبا ناريته رجع بالكرهبة. ما نعرفش بالضبط. اما المهم بعد نص الليل. بعد نصف الليل. عارفي هذه مهمة بعد نصف الليل. قيدها. يعني قاعد نقيد شقاعد نعمل انا. شميتها عارفي. كنت عارف من الاول اللي سالم هو مولى العملة. حسيتها بقلبك. بقلبي. بكياني. شنو؟ ما تتهموش الرجل بالباطل. سي سالم انظف انسان عرفته في حياتي. سي توفيق اولا نحن ما نتهموش بالباطل، ثانيا كلامك هو اللي لزنا باش نوجهوا ظنوننا وشكوكنا لسي سالم. يعيشك من فضلك انا عمري ما اتهمت سي سالم.
قلت شفته مروح وكفى. بعد نصف الليل يا حاجبيه؟ بعد نصف الليل حرام. بعد نصف الليل زعما حسب رايك انت بعد نصف الليل فين كان؟ ايش كان يعمل؟ ما يكونش زعما هو اللي شد خبط جلال ودقدقوا بتريحه هو وصاحبه سي البشير؟ يستحيل ابدا كان تصير هذه. يطلعش حذاها سي المختار على حكايه فتحي ولده. سي المختار ما تحط شيء في بالك يا سالم، صحابه وتتعدى. مشكله كنت النجم نكون انا في وقت اللي ضرب جلال. يستحيل، انا نعرفك تقول هكا ما انا متاكده اللي انت عمرك ما توصل لهذا. انت تقول هذا على خاطر تعرفني انا ضربت الشرطه. صدقني مساله وقت وتوا الحقيقه تبان. ماني وليت خايف من الحقيقه يا فاطمه، ساعات تظهر الحقائق يقول واحد وكان ما عرفهمش خير. واش باش يخوفنا من الحقيقه؟ خايف يا فاطمه اللي يطلع فتحي هو صاحب العمله ومعاه توفيق، هو جاب حذاء البيرو وشفت البروتوكول في يده. فتحي كل يطلع هو صاحب العمله ضاع مستقبله ضعت انا معاه. لا 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 ونفرض هو علاش يخلي في البروتوكول في بلاصه الواقع؟ ينجم يكون طاح من جيبه وما فكش بيه. لا سالم ما جانيش البارح للدار. علاش؟ قال لكم حاجه خلاف هذا؟ ايه حبينا نثبتوا برا. جينا هاشي عارفني، قلت لك ما يكون كان سالم ورا العمليه. عندي خشم ما يكذبش. ماني قلت لك اتصل عليا يا تومي، خليني نركز على التو. اذا تسمحوا لي انا سي سالم، رغم اللي معرفتي بيه ماهيش كبيره، ما نتصورش اللي يكون هو صاحب العمله. تعرف حاجه ما قلتلناش سي مختار؟ لا أما حسب رايي لو كان تمشي وتلوجوا شيره المنجي. عارفين المنجي قيد. شكون المنجي؟ وجينا هاشي واحد خبيث وطماع وسرق قطعي نومر واحد، نهار كله هو يدور وعمل روحه جنيني، تحب يدور ببنيه فاتن بنت خويا. لو كان مشي جلال كشف الوراق في الوقت المناسب. جينا هاشي عندك هذه الفيراندا القداميه؟ ايوه. والشباك هذاك تحت منه كاف؟ تحته كاف. تحته كاف. ومن هوني عندك فيراندا اخرى من الناحيه هذه؟ من الناحيه هذيك. باه الله يبارك. تفضل. بارك الله فيك. سيدة عسلامة اخويا عاطف. عسلامة سيدة. سمحني اختي معايا سمسار باش يشوف الدار. تفضل. يعيشك مدام، بارك الله فيك. تفضل. مرحبا. يعيشك. اهلا سيدة. اهلا سي عاطف. صحيح انا خذيت من عند فاتن 2,600,000 وجلال لزني باش نرجعهم له، لكن هذا مش سبب باش نبعجه بسكينة. أنا نخدم على روحي قليل، هاو رفيق ولد عمي يسألوه ديما معايا، من اللي جاي من البلاد مسكين قعد بطال ولا يعاون فيا يتعلمش الصنعة حتى ينوب عليها رب. أسمع أنا طو مروح ما عادش نزيد حتى دقيقة، أنا جيت هنا باش نخدم على روحي وندبر خديمة، مش نقعد في البحث مع البوليسية. ما تروح إلا ما نقولولك، مادام التحقيق ما فيهش المرويح ما فماش. واضح؟ واضح. ما تبعدش. انت كنت حتى عينك على فتن بنت خوسي مختار مش هكا؟ اي وانا ما انكرتش، كنت نحبها من اللي كنت نعرفها تخدم في درس المختار، معناها لاني طمع في فلوس ولا حتى شيء. لكن جلال هرب له بيها يا عارفي. ما تعرفش على المكتوب عند شكون يرسي. جلال وقف بينه وبين حبه. لكن هذا مش سبب باش نعمل فيه اللي تعمل. انا انسان قليل نخدم على روحي ناكل في خبزتي بعرق جبيني عليك. وتاكل في خبزتك مسارقه والحيط الحيط. تعرف يا بونجي بكلهم يقولوا هكا. عندك بروتوكليه؟ عندي بروتوكليه وعندي راتو وعندي مسحه وعندي استلم تاع بغلي وعندي برويطه وعندك مونيتر. جينا هاشي جاوب على قد السؤال، عندك بروتوكليه ولا؟ عندي بروتوكليه. والبروتوكليه هذا تعرفه؟ البروتوكليه ما تتسرعش ثبت. ها
هاني ثبت ما نعرفوش. جينا هاش يعرفي. أي هاو جاي الحمد لله. بابا لاباس؟ لا لاباس. توفيق يستنى فيك عنده ساعة، عنده ما يحكي معاك. سامحوني والله ما فقت بيكم، ما عادش عندي مخ. أنت اللي سامحني سي سالم، خايف نكون غلطت معاك من غير ما نقصد. غلطت معايا؟ إيه، جاوني جماعة الشرطة للشركة وسألوني في برشا حاجات و سألوك في برشا حاجات وانت ايش قلت لهم؟ مانيش فاهم كيفاش قلت لهم في وسط الحديث اللي انا شفتك ليلة الواقعة مروح في الكرهبة بعد نص الليل. قلت له بلي انا روحت بعد نص الليل وخايف يستغلوها ضدك سي سالم. ما نعرفش في خايف يتصوروك اللي انت عندك كد في اللي وقع الجلال. وانت شنو رايك؟ رايي انا مش مهم سي سالم، لاني متاكد انه يستحيل انه انت تعمل حاجه كما هذه. لكن من شيرة اخرى الامور تشربكت اكثر من لازم، وانا ما عاد فاهم شيء. سامحوني. سي سالم سامحني مادامني متفكر، ولو انه الموضوع مش وقته تعطيني عنوان سي عاطف خلينا نتفاهم معاه في مساله شريان الدار. شوف معايا يسر. شوف شنو يا يسر؟ عين شاياك؟ لا نحب نقعد مع بابا، تناخذ تاكسي بعد مش مشكله. على كيفك، نشوفك من بعد. نورا نورا ها جيت. شعملت مع سمسار؟ شعملت مع سمسار؟ وريته الدار وعجبته. والفلوس؟ ها الفلوس. شبيك شبيك يا بنتي يا اخي؟ شقوا دقوا قاني وقت يلقى شاري طوي يكلمك. ووو مطيحني كان بالدم البارد اخوه. يا نورا شبيك يا اخي؟ بقعت 9 شهور في كرشمك يا اخي؟ شاري في مكتوبه هو باش تعمل لي. استنى يا دجاجه حتى يجيك القمح من باجا كي نلقى البارفيمري، ما يلزم فلوسي تكون حاضره. نورا القى البارفيمري ومن بعد يعمل له قيل. اسمع نقول لك عاطف، شوف سمسار اخر، شوف 10 سمساره اذا كان لزم. لولاني اللي يلقى شاري هذاك هو صاحبنا. نحب البيع تتم اليوم قبل الغدوه، ونحب فلوسي تخلط لي في اقرب وقت، مفهوم؟ دار واحدة عند 10 سمسارة؟ اي اي مدام حكمت انتي يقع. اي ركز معايا منيح، مش كنا نقوله فتحي وبشير توفيق خالد محرز منجي ومازال رفيق اي وين حطيت رفيق؟ سمح مش وين يا ورفيق؟ حسب التحريات متاعنا فتحي وتوفيق كانوا مع بعضهم ما بين 11 ونصف الليل. منجي ورفيق كانوا مع بعضهم في نفس الوقت. سالم وبشير أصحاب لكن قالوا ما كانوش مع بعضهم وقت الواقعة. إيش بقالنا؟ محرز وخالد، كل واحد منهم في الظاهر ما عنده حتى سيلة بالآخر. كل لحظة نزيد نتأكد منه. مولا العملة ما يكون كان سالم. ماني قلت لك التسرع لا والحكم بالظاهر لا. خلينا نخمو بهدوء.
باش نوصلوا للاستنتاجات الصحيحه. شبيك بابا تحكي معنا وانت كانك مش معنا؟ حتى من توفيق يسال فيك على عنوان عمي ما حبيتش تجاوبه. يا اخي شبيك؟ شنو شبيك؟ التو ما فهمتش بيا؟ توفيق قال البوليسية اللي هو شافني رجع بالكهرباء بعد نص الليل. الواش حسب رايك؟ بالعاني يحبهم يوليو يشكوا فيا. البروتوكولي شكون اللي هزهم البيرو؟ انا شفته في يد فتحي. وشكون اعز صديق لفتحي؟ مش توفيق. بابا فاطم باللي قاعد تقول فيه؟ فتحي وقت اللي تعركنا قال لي انت غدرت اقرب الناس ليك، لازم يجي نهار واقرب الناس ليك يغدرك. يا ما هذاك كلام غش، انت يا اخي مش طلب منك سماح؟ الواحد كي يبدا مخه مسكون فكره كيما فتحي مخه مسكون فكره الوفاء لامه قادر على كل شيء. تفضل تفضل، مرحبا، ان شاء الله الدار عجبتك. مالا علاش جيتك؟ المهم السوم يعجبني. لا لا لا، السوم هذيك حكايه سوق، وهي اللي يقول لك الدار عزيزه وغاليه. انت برا اسهل عليها بقداش عطاو فيها، ولا تعرفش كيفاش؟ شوف الديار اللي بحذاها بقداش تباعوا. انا وجيه وجيه وجيه، لو كان مش تلزيتها والله لا نبيعها دار. هذيك عزيزه على قلبي، راهي ما تتقاسش بذهب الدنيا يا سي. سامحني، اش سماك ربي؟ توفيق. نتشرفوا سي توفيق، ان شاء الله معرفه طيبه. قل لي شكون نعتك عليها الدار؟ السمساره؟ لا ما قاليش السمسار، قال لي عليها فتحي. فتحي ولد سي سالم سلفي؟ اي فتحي ولد سي سالم، انا صاحبه وزميله في الشركه وخطيب اخته يسرى. صار انت طلعت من العائله، هذه ما تكون كان لعبه ملعوبه. أوه. يا مدام استنى، علاش هكا؟ خلينا نتفاهموا. علاش مش نتفاهم؟ عليه فتحي وابوه طول عمرهم ضد بيعان الدار، عملوا كل اللي يقدر عليه باش يعطلوا البيعه. تحب تقولي اللي بعثوك انت شاري باش تشري الدار؟ هذه ما تكون كان لعبه ملعوبه. لا تهنى تهنى يا مدام، انا نحب نشري الدار وفلوسي حاضره، وماذا بيا نتمم الامور في اسرع وقت. فلوسك حاضره؟ بالطبيعه باش شاري. سامحني كي تبدا فلوسك حاضره نتفاهموا على كل شيء. مرحبا بيك، تفضل. قلت لي فلوسك حاضره. مرحبا. انت قلت لنا ما غريت حد، هو فما على قليله 8 من الناس كل واحد منهم عنده 1000 دافع باش يعمل فيك ما يتعملش. ممكن هما يعتبروني انا عدو، انا ما في باليش، انا ما ضريت حتى حد منهم. انت ما ضريت حد وهما مصرين يكونوا عداك، ما تشوفش الحكايه هذه مش معقوله؟ سامحني حضرة الضابط، قداش من جريمه بحثتوا فيها خدمتوا خدمتكم ضريتوش حد؟ لا بالطبيعه عليه، ورغم هذا كل مجرم شديتوه حققتوا معاه اكيد ما يحبكمش ويعتبركم اعداء. هذاك اللي صار لي بالضبط حضرة الضبط. هذه يا سي جلال نظرية كبيرة وتحتاج لبرشا نقاش. والنقاش مش هذا وقته. أنا ما عملت كان واجبي واللي قالي علي ضميري. شفت منجي طامع في بنت عارفي ما نجمتش نسكت. شفت فتحي هازز الشركة للهاوية ما نجمتش نطفي عليه الضوء. شفت سالم عامل فيها نفس مؤمنة يستغل في طيبة العباد كشفت الوراق. تيكي تجي تشوف حقني مصلح اجتماعي. اما برك انا ما نحبش الفخره والمظاهر. جينا هاشي عارفي مصلح اجتماعي فرد مرة. ايش بيه باهي؟ توا احكي لي على علاقتك بسالم بكل تفكير. يسر سافا، تو برك كنت حذا مدام نورا والامور ماشيه على احسن ما يرام. ايش بيك يسر كنت تبكي؟ ايش ثم؟ ما يهمكش فيا. عجب شبيك يسرى؟ اللي مس بابا يمسني انا، واللي يحب يضره كانو ضرني انا، فهم ولا ايه؟ تقولي في الكلام هذا ليانا؟ فهمني شنو الحكايه يا عايشك؟ انت فاهم كل شيء، خسارتك يا توفيق. يسرى فاش قاعده تقول؟ يا عايشك فهمني شنو الحكايه، راك مش تقبلني. ليلة تضرب فيها جلال، شفت بابا مروح بعد نص الليله؟ شفته ومن بعد؟ ماشي تقول البوليسية علاش؟ تحبهم يتهموا بابا باش تمنعوا رواحكم انت وصاحبك فتحي؟ خسارتك خسارتك انت وصاحبك. يسرى يسرى ايش نفهمك؟ يا يسرى ماهيش هكا الحكاية. يسرى حل بابي عايشك حنفهمك. يسرى
ثبت مليح. اقل حاجه تنجم تلقاها تنجم تكون عندها افاده فوق ما تتصور. نعرف يا عرفي نعرف، من الطريقه الاخرى الطرف الجنينه القلبيه يستفيد فيها على علي وما كاين شيء. زيد ثبت في الاعاده افاده يا سي تومي. نزيد نثبت. شيء رهيش انت قلت لي كنت في دار سالم ليلتها. نحب نعرف مع نص الليل مع شكون كنت وش كنت تعمل بالضبط. كنت مع يسرا فرجعت لنفسها. سالم وفتحي وقتاش روحوا؟ جاوب على السؤال. ما تنساش اللي اخوك هو المتضرر في الحكايه. اللهم تحب تتستر على حد. مازلت نستنى. رجعوا مع نص الليل. نص الليل نص الليل ولا نص الليل وشويه؟ نص الليل وشويه. وقداش؟ ربع ساعه نص ساعه؟ ما نعرفش، ما عنديش مونجيلا في راسي. رجعوا مع بعضهم؟ عم سلم وصل قبل ومن بعد وصل فتح. زيد الطرق الكل تؤدي الى سالم ولا الى واحد من عائلته. تعرف كيفاش؟ اطلب اذن بالتفتيش دار سالم. في حقنا من الاول اخذين الاذن ودخلنا خدمنا خدمتنا. ناكد لكم اللي انتم غلطين وعم سالم خطير. يا انسى هذه اشياء ما تخصك شيء، خلينا نخدم خدمتنا. جيناهش؟ جيناها. سلام دورة، شو مجايبك؟ ما تنجمش تصبر حتى نروح لدار؟ واه شبيك يا راجل فحت فيا؟ في عوض تقول لي عسلامة، تفضل اقعد. تقول لي شو مجايبك؟ عسلامة مدام، نورت البيرو، تفضل اقعد. ساعات فذاك من الفرحة متاعه ما لقاش الكلام. وين اللي جايبت له بشارة؟ بشارة؟ انتي نعرف بشارة تكره. تسمع في سي محمودة؟ ما عليناش يا سيدي، جاك شاري للدار يحب يتفاهم معاك في الرسمي. هو صحيح من جهة سي سالم، أما ظهر لي فيه شاري بالمنجد. هي وش هي المشكلة؟ المشكلة يحب يقابلك اليوم. قلت له تعدى مع الستة للدار تلقاه. جيت نقول لك باش ما تواخرش. وهاي كارت فيزيت متاعه، تفضل. مانيش عارف نتكذب ولا نصدق. كان تشوف انا مخي باش يترشق. يسر مش ماشي في بالها اللي احنا عملنا العمله بركه. لا وزيد نحبوا لبسوه البابا. يا اخي شبيهم العباد؟ شو اللي صار في الدنيا؟ تو هذا جد على عقل يا اخويا. قول لها ما هي اختك، احكي معاها. انا ما حبيتش تسمع مني حتى كلمه. لحلحت حاولت شيء النفع ربي. تعرف كيفاش المشكله هذه؟ ما يحلها كان بابا. هاي توفيق قوم عاد قوم. معنا اذن بتفتيش الدار. تفتيش الدار علاش؟ جينا هشي خدمتنا يا انسة. على كل حال اذا ما لقينا حتى شيء. شيء كيما شنو مثلا؟ اي شيء تتصوروا يسهل لنا مهمتنا ويوصلنا للحقيقه. انت يطلع لفوق، انت يمشي ورا الدار. انا هاني لداخل عرفي. وانا هاني قاعد في الجنينه. تفضل معايا يا انسة. بابا خطير أبو. جينا هاشي خلينا نخدم خدمتنا يا أنسة. سامحني. ولو أنا نفرحوا لكم لو كان ما لقاو حتى شيء. شوية
ساره، ما حبيتش نصدق لي هما اصحاب العمله، اما اش نجم نعمل قدام الحجه الدامغه؟ تومي عيط للجماعه، يكفي ما لقينا اليوم. بنتي ظهرت مهفة عليا، عندك خشم ما يكذبش. جينا هاشي. شنو هذه؟ سكين شكون؟ لقيناها في جنينتكم. ترا ماهيش متاعنا، والله العظيم لا هي متاعنا. أول مرة نشوفها، والله العظيم صدقني أول مرة نشوفها. تدافع على داركم من حقك، لكن ما نجموش ننكروا حجة كيما هكا. والله تفجعنا عليك يا سي جلاء، هكا يعملوها اولاد الحرام. الهي تعطيهم فضيحه على قريب بجاه النبي الحبيب. قول امين. امين. الحمد لله ربي يلطف بيك، والله يقعدنا كحدنا. وقديش خليت علينا بلاصه يا سي جلاء. يعيشك يا مدام زينب، يعيشك يا لشيراس. علاش تعبتوا روحكم وجيتوني؟ انت يا كلمه الزين، انا من سمعت بالخبر النوم ما كحلش عيني، مش هكا يا شيراز؟ ايوه، ولا اللي صار فيانا؟ اللي صار فيانا خلي كيكا وسكت الماكله وخيتك ما عادش ضايقتها، وانا كحدتي كحد. ربي فضلكم، نعرف انتم تعزوني كما انا نعزكم، لكن قولوا لي اش تم اخبار في الشركه؟ جابوش حد في بلاستي ولا لا؟ حتى لتوا ما ثم حد، غير ارجع لنا فيسع يا سي جلال. شكون يعرف على البلاوات يرجعونا مكبوب السعد فتحي يحل فينا جعفريه؟ خاطي بعيد الشر. تفضل. اهلا سي فرج. مرحبا. مرحبا. هاي ياسر، اجتماعكم الثلاثة سهل لي مهمتي. فما حاجة جديدة؟ جينا هاشي. شنو هو جديدة يا سي سالم؟ ما نلقيناه على اللغز. أي بيه، لقينا سلاح الجريمة، ولا خليني نقول لقينا سلاح المفروض يكون أداة الجريمة. في جنين داري وتوا في انتظار استكمال التحقيق. أنا مجبور باش نوقفكم الثلاثة. لا فتحي توفيق، لا ما عندهم حتى دخل. أنا المسؤول الوحيد على وقع الكل، أنا اللي قمت بالعملية.